إكسبريس. مرحبا بكم في سبور إكسبريس، باش نحكيو على قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، عقوبة صبر خليفة، عقوبة بسام الإصرار في بعض إقصاءه البارح. لكن قبل البداية مع تعيينات حكام مقابلة الجولة الثانية من مرحلة التتويج، والحكم خالد جويدر هو اللي بيجي يزفر مباراة القمة، مباراة الكلاسيكو نهار الأحد ما بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. نعطيكم برنامج الكامل مع التعيينات نهار السبت. نادي فريق الاتحاد المنسيري الحكم هو سيف الورتاني، حكم الفار هو جلال السحباني. مقابلة تلعب مع الخمسة نهار الأحد ماضي ساعتين ونص لكلاسيكو النجم الساحلي الترجي الرياضي التونسي، تحكيم خالد جويدر. حكم الفار هو أمير العيادي، ومباراة الملعب التونسي النادي سفيقسي، حكم هو فرج عبد اللوي، وحكم الفيديو هو حسني النيلي. نواصل الحديث على مباراة الكلاسيكو اللي باش تجمع النجم الساحلي بالترجي، والاجتماع الأمني اللي يسبق المقابلة صار وما حضرش فيه ممثل على الترجي. إدارة الترجي راسلت رسميا ويلي سوسة وأعلمته أنه تم تغييب الفريق على الاجتماع الأمني للمرة الثانية على التوالي، رغم أنه تم إرسال لفت نظر عم ناول لنفس السبب بإدارة الترجي الرياضي التونسي. وفي نفس المراسلة ويلي سوسة قالت أنه من حقها أنها باش تكون حاضرة في الاجتماع الأمني وتكون على علم بكل الجوانب التنظيمية للمقابلة. نحكي توا على البلاي اوت وتعيينات الحكام، حكام الجوله السادسه لمرحله تفادي النزول. نهار السبت نادي البنزرتي مستقبل المرسى الحكم يسري بوعلي، في قفصه او في القفصه نجم المتلوي تحكيم امير لوسيف. نهار الاحد مستقبل سليمان اتحاد تطاوين تحكيم احمد الذوادي، واتحاد بن قردان الاولمبي البيجي وليد المنصري. المقابلات الكل يتلعبوا ماضي ساعتين ونص. قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في اجتماعه اليوم، معاقبة المنسق الرياضي في النادي الافريقي صبر خليفة بالمنع من الجلوس على البنك زوز مقابلات، واختي 5 ملايين بسبب شتم الحكم المساعد في مباراة ساساس والنادي الافريقي. بالنسبة للمهاجم النادي الافريقي بسام إصرار في اللي كانت حصل على ورقة حمراء مباشرة في مباراة البارح، عقوبته مقابلة واحدة واختي 5 ملايين. بالنسبة لبقية القرارات أبرزها رفض اعتراض نجم المتلوي ضد الأولمبي البيجي وإقرار النتيجة الحاصلة على الميدان وهي فوز الأولمبي البيجي في المقابلة هذه 2-1، وقبول احتراز قبول اعتراض مستقبل جيبس ضد أمل جربة، وهزم أمل جربة جزائين ضد جليزة 2-0. مهاجم الترجي الرياضي التونسي محمد علي بن حمودة باش يرتاح لمدة شهر بسبب الإصابة في الركبة اللي تعرض لها في مباراة الجولة الأولى من البلاي أوف ضد الملعب التونسي. مدافع النادي الصفاقسي محمد النصراوي باش يرتاح لمدة شهر بسبب تعرضه لإصابة البارح ضد النادي الإفريقي. الإصابة تتمثل في كسر في إصبع ساقه. بالنسبة لحازم حاج حسن باش يرتاح أيامات ومشاركته مستبعدة في مباراة ساساس ضد البقلاوة. متوسط ميدان الهجومي للملعب التونسي حمزة يوسف السعفي باش يرتاح الفترة ما بين شهر وشهر ونص بعد ما عمل عملية جراحية على المينيسك. أبرز المباريات اليوم خارج تونس في الأوروبا ليج، ذهاب الدور ثمن النهائي 7-4 روما ضد برايتون، كاراباك ضد ليفركوزن، سبارتا براغ ضد ليفربول، 9 تاع الليل الميلان ضد سلافيا براغ، فريبور ضد ويست هام، أولمبيك مارسي ضد فياريال. بالنسبة لدوري المؤتمر الأوروبي ذهاب الدور ثمن النهائي أبرز مقابلة 7-4 أياكس أمستردام ضد أستون فيلا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات.